السلام عليكم. بغيت غير نقول واحد الحاجة، تبعوا معايا خاوتي. كانت عصابة مع عصابة وكاع متفاهمين على راس الشعب. بون شوقع واحد العصابة بغات تدور على العصابة تاع القايد، واحد العصابة شادر فطر بهم قبل ما يتعشاو به، كي دار دخلهم الحبس، كيف راها معاهم وقعد يقول بلي العصابة وكانوا يتآمرون على قيادة الجيش ودخلهم الحبس 20 عام. يرفد رفد رفد رفد، شا قال؟ قال نضرب عصفورين بحجر، انا منها نتهنى من هذا العصابة ونمتص غضب الشعب وندخلهم النوفمبرية والباديسية. طب جات مريقلة سواسوا. ايوا هذه العصابة تاع القايد حكمت، كي حكمت دارت هذه، من بعد قاعد يقولوا لها جماعة واه بصح كمل المادة السابعة والثامنة، وهذاك السيد راك نسيته، اسكت انت ما راكش تعرف هذه الباديسية والنوفمبرية راها تتخندق صاحبي، ما راكش فاهم انت، يا تبع التالية احكم التالية. سما انت يا غي كيما هما راك بغي تصفية حسابات. وجماعة اللي عندها الاكسبيريونس بيان سير من نهار الاول قال محمد واه بركة بركة ما تاكل في جي في صاحبك في تصفية حسابات وتركب ياه على الموجة تاع الحراك، وانت يا هكا كنت تقول باللي يا ودي رانا معاه والعرس الانتخابي مع بوتفليقة دروك دخلت لنا هذه في هذه. بصح معليش يا سيدي غيري قال غير دخل الفاسدين في الحبس وغيب الدرجة بالدرجة والو. دخل كريم طابو دخله ياك خرج لا دخله للحبس. واه ايوا عاود كيف رات العصابه ما بيناتها تصفيه حسابات، دور دروك وجهك شطر الحراك قابل الحراك، دخل هذا اللي يدخل اهانه الاخر هيئه نظاميه، وهذا إهانة رئيس الحكومة، وهذا كسموه تهديد الأمن الدولة والجيش والتجمهر، بدأ يدور عند صحاب الحراك. شادر من دار مجيء شويه الحراك عرى ظهره الجماعة تاع التوفيق عاودت تشانتات، خاطش تقول لي زعما ما قمعش نيشان ما لقاهمش نيشان، ولا الجماعة تاع التوفيق رب ويعاودوا يزبروا هذا الجناح. هاد خطره هما ما عندهمش دخلها الحبس ومتص الغضب ولا لا، ما هادو داخلين ديراك ما يحوسوش يفهموا، دخل فيه ديراكت البيكوره كسر يدك واه تكسر شويه راح. هذا جيبه بالسمعه التعذيب من الجناح تاع القايد كاع، يا ميت يا في الحبس ما فيها لا من لا من. مين فراو هاد على الجناح تاني شاسرة واه دور شط دور وجهك وين تاني للحراك. هيا دروك شاك تسمع واه هادو تاع صحاب الخارج راهم يخرجوا فيكم وهما عندهم الدعم الخارجي. واه شوف سبحانك يا ربي، هما يقولوا الدعم تاع صحاب الخارج المعارضين، وهادو اللي راهم يدمروكم وعندهم مصالح مع اللي يسموه المخابرات الخارجيه. وواحد ينطق منا يقول لهم لا انا ما باع روحه، قال لهم انا كان يعطوني غير لي لانكودو تنبيعهم انا في السوق تاع الكحله. اخ لا دار امك وش درت بسيطنا يا ابويا وش هداك تهدر باساهم قاع من جديد. المهم احنا بغينا نقولوا دروك راه دايرين للحراك. غادي نعطيكم ميساج، انا غادي نهضر باسم الجماعه تاع الحراك، غادي يسمحوا لي تفهموا ما بيناتكم، كي يبقى غير حبه دوروا للحراك. احنا رانا هنا رانا غير نقارعوا، غادي تقول سب ولا غير يقول قول تفل دير قول الارهاب يسلم نفسه رشاد ارهاب امير عميل مانيش عارف سبو تاع الخارج هادوك ارواح هنا واهدر دير قول الزواف قول عميل قول حركة الماك قول مخابرات اسرائيل قول قاع هادو خوي رانا هنا رانا واجدين قاع امسح فينا ما عندناش مشكل غير هدر. بون غير نوصيك كمل غايه اللي حداك كمل مليح صبر مليح. المنجل اللي كان نهار الاول كان يقطع غير من الفوق وكان يخلي جدور عاودوا نبتوا المنجل تاع القايد ضرب الفوقة بصح الجدرة عاودت خلفت، كي خلفت كلات الهيشر كلا مولات لا قمح ما فيهم كاع اللي يصلح مكة كاع القمح. المهم افروها ما بيناتكم مليح، هذا المنجل هذا الخطرة جيب بالمحراث اقلع من الجدرة وضرب مليح غاية تجيب تحتها ودير الدواء باش ما تعاودش تنبت. كي تفروها ولي للشعب هنا عاود نهضروا حنا وياكم. ايا تهلوا في روحكم، السلام عليكم. اكد لي على المنجل من تحت ماشي من الفوق.